لم يمنع حظر التشجيع خلال دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو بسبب جائحة كوفيد-19 مجموعة مشجعات في خريف العمر من الاستمرار في التدريب في صالة للألعاب الرياضية في العاصمة اليابانية. وبمعدل ساعتين من التدريب المكثف أسبوعياً، تستعد المشجعات المخضرمات لإحياء عرض كبير احتفالاً بمرور 25 عاماً على تشكيل الفرقة، وهو حدث أرجئ العام الماضي بسبب الجائحة. في بداية المغامرة فضلت تاكينو التكتم بشأن شغفها خوفا من نظرة المجتمع، وقد واجهت تاليا صعوبة في استقطاب نساء أخريات لتشكيل الفرقة. وتشير إلى أن مفهوم تشكيل فرقة من مشجعات مسنات بتنانير قصيرة وبالذات براقة كان ليساء فهمه من المجتمع الياباني في ذلك الوقت.